الآن خطبة الجمعة. إذا خطبة الجمعة دينار يشتغل خطبة. يستطيع يخطب خطبة الجمعة يفتتح فيها بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ مثلا آية الفاتحة سورة الفاتحة، يقرأ حديث واحد، يأمر بتقوى الله، يقول اتقوا الله عباد الله، يدعو ثم خطبتين، ثم بعد هذا يصلي. يعني لا يلزم أن الخطبة تكون طويلة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة. لماذا يصلي بعض الناس الظهر ولا يستطيع واحد أن يقول آية، يقرأ سورة الفاتحة مثلا، يقول اتقوا الله عباد الله وربنا آتنا في الدنيا حسنة مثلا، دعاء مختصر. أو يأخذ مثلا من الخطب هذه المكتوبة لكن يختصر، لا يطول على المصلين. يا